أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة بعد اقتحامه وزعم مصادرة أسلحة ووثائق استخباراتية منه. قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات هاجمت الليلة الماضية بالطائرات المقاتلة منزل هنية، وزعم الناطق أن مقاتلي الوحدة الخاصة التابعة للواء نحال عثروا أثناء الاستيلاء على مخيم الشاطئ على مستودع أسلحة تابع للقوة البحرية التابعة لحماس وقاموا بتدميره.